لانه اللي وصلني له من بلوكاج بالنسبه للقائمات اللي طاحوا في الجلسات العامه اللي سبقت هذا ياكد انه التشريعات نتاعنا معناها لابد من اعاده النظر نتاعها. والجامعه دخلت ما ثم حتى حد معناها يفرح باش انه الجامعه الدوليه لكره القدم الفيفا معناها تدخل، ماهيش باش تدخل، هي بمشاركه مباشره مع السلطات التونسيه قروا مع بعضهم. وحسب معلومات سمعتهم اليوم لاول مره معناها تقريبا 20 واحد كانوا في القائمات نتاع الفيفا، ووقع الخيار علينا احنا معناها مسؤوليه هامه وهامه جدا، ولكن باش تنتهي يوم 23 جانفي 31 جانفي ايش قلت 31 جانفي. ومعناها من اهم المواضيع هي السير اليومي للجامعه، ثم مراجعه النظام الاساسي للجامعه اللي قلنا النظام الاساسي والمجله الانتخابيه، وفي اخرتها معناها بعد معناها باش تكون جلسه عامه خارقه للعاده لتنقيح القانون وجلسه عامه انتخابيه. ولكن ورقه العمل اللي باش نعملوا لافيدروت اللي باش نعملوا بها لافيدروت واضحه باش نمشيو للجهات في الشمال والوسط والجنوب، وشكون باش يكون لقاءات مع كل من يهمه الامر، جمعيات من رؤساء جمعيات من فنيين من صحفيين من كل المتدخلين في الشان الرياضي باش يعطيونا ارائهم، مانا باش نمليو حتى معناها حتى قرار باش نجيو به مسبق، هذا ناكدوا باش نسمعوا العباد، باش تكون ثم لجنه نتاع تدوين باش نجتمعوا بعد اللقاءات نتاع الشمال والوسط والجنوب، وتقع بلوره كل ما جاء في التدخلات. ومن وقتها نقروا معناها عقد جلسه عامه خارقه للعاده لتنقيح معناها، وفي نفس الشيء معناها منصوص في اللوائح نتاع الجامعه شكون باش يشارك في الجلسه العامه الخارقه للعاده، وفي واخيرا الجلسه العامه معناها الانتخابيه اللي هي ترجع اساسا للجمعيات ورؤسائها واللي باش يقروا مصير الرياضه التونسي، ماناش احنا هو الناس. انا تلقيت معناها تقرير من الجامعه الدوليه لكره القدم حول الوضعيه نتاع الجامعه نتاعنا اللي بعثته الفيدراسيون، بعثته الكاتب العام للجامعه الدوليه، وشفت انه لابد، وطلبت من الفيفا وطلبت من السلطات التونسيه، قلت لهم راني باش نقوم معناها بدعوه كوميسير وكونت اكسترن بالتثبيت في كل العمليات الماليه اللي صارت في الجامعه، وهذايا باش تكون عندنا صوره مدققه، لانه الارقام تختلف من تقرير الى تقرير. وقلت لكم قبيله اللي لابد من اعاده النظر في هيكله الجامعه، لانه هام جدا باش نعرفوا كيف كوا كون اي كومون، كل واحد عنده مسؤوليه، وفي كل هيكل معناها محترم تلقى الاداره العامه، تلقى شكون لاهي بالتشريعات، ثم شكون لاهي بالماليه، وفي كره قدم تلقى شكون لاهي بالرياضه، معناها هذايا ثم تداخل معناها في بعض الحالات بين الناس، ان شاء الله في اقرب الوقت، ومعناها نحطوا معناها المثال هذايا لحماية معناها الموظفين نتاعنا وللعمل حسب التضارب في الارقام. التضارب في الارقام ما نجمش نقول تضارب في الارقام، لانه الكوميسير وكونت الانترن اللي هو معناها الجلسه العامه هو اللي عينته معناها اي نابا كونفيرمي لوديت، على خاطر السيزون ما كملتش حسب المواثيق اللي وصلته، ما كلمته وباش يعطيني هو رايه وباش نقابله معناها في الايامات هذوما، وقت اللي تكون عندي كل المعلومات وقتها نعطي المعلومات، ما عندنا حتى شيء باش نخبيه على حتى حد، لابد من الشفافيه، لابد من التعامل مع بعضنا، ولابد من الاصلاح مع بعضنا، ما عندناش معناها حاجه. البطوله باش تنطلق معناها في وقتها، وقررنا رغم عدم خلاص المعاليم الخيرات باش نشوفوا، معناها انا ما نجمش نعمل نصلح غلطه بغلطه، انا مانيش قابل باش نعمل غلطات، انا انسان معناها نمشي بالقوانين وبالتشريعات اللي تسمح لي باش نقدم، ما نمشيش باش نوخر، وما غدوه ما يحج عليا حتى حد يقول لي عاونت فلان ولا عاونت جمعيه فلان ولا عاونت كذا. انا قلت لهم الرزنامه باش نطبقها بحذافيرها، فعليكم باش تكونوا جاهزين باش نحترموا بعضنا بدون معناها شفافيه، والمعاملات مع بعضنا لازم تكون معناها. ثم عديد من الجمعيات الصغيرة تشكو معناها
صعوبات كبيرة ياسر، لابد من إعادة النظر في التمويل متاع الجمعيات. ما ناش باش نخرجوا منها في الحالة هذه. ثم عديد من نقاط معناها طرقنا لهم قبيليكا، وإن شاء الله ربي استنى.